ودي عنده 60 سنة. بعد 30 سنة من الإذاعة قرر إن هو يحقق حلم النجومية ويكون مذيع في التلفزيون. يا ترى هيقدر فعلا ينجح وهيغير فكرة الناس عنه، ولا للأسف عقارب الساعة هترجع لورا وهيفشل، وكل اللي هنستفيده إن الناس تضحك من قلبها. تعالوا نبتدي ونشوف بعد الدق والنضارة والشنب تامر أمين هيقدر يقنع الناس ولا لا. تعالوا نبتدي فقرة الحكاية. هل تجيدين اللغة العربية بقدر ضئيل؟ نعم تجيدينها، بارك الله فيك، والله لقد أثلجت صدري. طيب سأسألك سؤالا، لا تتركي صلاتك، هذه الجملة أي الأساليب التي استخدمتها؟ هل أسلوب أمر أم أسلوب تهديد أم أسلوب نهي؟ لا تتركي، معلش الجملة تانية. لا تتركي صلاتك. لا هي الجملة غلط أساسا، صلاتك دي مش نطق خالص، يعني مفروض صلاتك. أين الخطأ اللغوي؟ أنا وعمر ذهبنا إلى المدرسة بساعتين. إلى المدرسة في ساعتين. أين الخطأ النحوي؟ إيه الخطأ اللي بين الاتنين لما يوصلوا المدرسة بساعتين؟ لا، هذه لها علاقة بالمرور في البلد. لا تترك صلاتك تهديد أم أمر أم نهي؟ أمر. إنما هو ليس أسلوب الأمر، لو قلت أسلوب أمر لقلت أترك الصلاة. نعم، إنما هو أسلوب نهي، لا تترك الصلاة. أحسنت. أهلا وسهلا. محمد صلاح لاعب كرة قدم شهير، أين الخطأ؟ خطأ؟ أنا قلت لك ما ليش الكرة قوي. لا، ما أنا ما أقول، لم أقل لك أوفسايد أم أوت. لا أحد يتحدث اللغة العربية. مين اللي بيتحدث اللغة العربية؟ ما فيش غير اللي بيقرأ قرآن بس. ليه؟ عادي كله بيتكلم بالعامية. هل يمكن لمواطن بريطاني أن يقول أنا لا أجيد اللغة الإنجليزية؟ مستحيل. هل تجد مواطن انجليزي لا يتحدث الانجليزية؟ ما دام مواطن عربي ما بيعرفش يتكلم عربي. انا وعمر ركضنا الى الملعب فوجدناه مغلق. اين الخطأ اللغوي النحوي في هذه الجملة؟ ركضنا معناه يعني السكون او الثبات. ركضنا معناها السكون او الثبات. اه، ذهب الإمام محمد عبده إلى العاصمة الفرنسية باريس. أين الخطأ النحوي في هذه الجملة؟ واضح جلي، حيث أن حرف الجر إلى حيث أن حرف الجر إلى يأتي بعده مكسور، يأتي ما بعده مكسور. إذن صحيح الجملة. ذهب الإمام محمد عبده إلى لا حول ولا قوة الا باريسي. باريسي، ما انا ما اعرفش انت قلت ايه. باريسي دي في المنوفيه. انت قلت ايه؟ نحن نختتم هذه الحلقه معكم. لماذا قلت حلقه وليس حلقتي؟ عشان مجمع الناس وانت شامل الناس حواليك، ما جمعتش الحلقه حلقتك اللي هي حلقتك انت يعني. والله انت سكر، بارك الله فيك. أهلاً. هذه ابنتنا الصغيرة. أهلاً وسهلاً. عرفينا على نفسك يا فتاة. أنا دودي ومبسوط. دودي. دودي. آه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه كده بقى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دعاء طيب تنفع؟ دعاء. أتستعرين من اسمك؟ لا خالص، بس ده اسم الدلع. النهاردة في اكتشاف. حقيقي؟ حقيقي. لا حول ولا قوة. انتوا عارفين مين ده؟ عارف، استاذ تامر امين. مين يا فندم؟ ايه